اليوم شلون نشوف استعداد التربيه للعام الدراسي الجديد؟ احكي لك على السنه الماضيه كانت يعني مو شبه يعني حقيقيه للطلاب، لان خدمات ما كل الطالب، تبريد ما كل الطالب، مي ما كل الطالب، فالصف ب 45. فمن قناتكم الشريفه اوجه الى وزير التربيه، نريد الوضع ايجابي مو سالب، نريد عينكم على الطالب، الى كل عفيف وكل عفيفه، الى كل شريف وكل شريفه، البلد كلش جريح وما وقف مره نزيفه، عينكم على الطلاب، قلبنا من القعر شاب، من هذا الشارع شارع العلم والادباء، اريد عينكم على القلم وعلى العلم. والله يا عيني هذا السوق ذا اشوف هسه طبينا كله غالي غالي غالي، يعني رحمه ماكو غير الصحيح، رحمه ماكو شويه، اهل التربيه هم يساعدون الطالب يوفروا له قرطاسيه بالمدارس احسن ما يشتريهن، كتب بدنا نشتريهن احنا من برا، كتب بدنا نشتري الكتاب بذاك الحساب، ما يصير ما عنده شلون، يعني احنا لا موظفين، لا عندنا راتب، لا عندنا تقاعد، ها هي هاي كل سنه هيك احنا نوبد ايش بدا يكبرون تزيد مسؤوليتكم، زين هاي منو؟ منو قول لي منو المسؤول عليها؟ غير اهل التربيه المفروض هم هم يعينون المواطن، يعينون هالطلبه ذولا خطيه التعبانين، منو يريدون هم نجاح ويريدون اجتهاد، غير هم هم يقابلوهم نفس الشيء؟ والله التربيه ما بيها شيء، يعني واحد يعتمد على نفسه، واحد يشتري صار عنده، شوف من اشتريت طبعا متنبي، انا جايك من الحله، اشتريت الاطفالي من شارع متنبي، ولا هي المدارس والتربيه ما تنطي شيء؟ لا والله تنطي. والله اولا اهلا وسهلا بكم، وجه التحيه للشعب العراقي، وان شاء الله الامن والامان على شعبنا، وهاي امنيه صارت قديمه بعد ما تحقق. اما بالنسبه لوزاره التربيه فكتب ماكو، هاي اشوف انا اشتريت كتب في سبيل يقرون قبل المنهج، من يجي المنهج الدراسي يصير سهل عليهم، كتب كلها يعني مشققه وتعبانه وقديمه، ونعتمد دائما على السوق الحر هنا نشتري كتب وملازم في سبيل تلبيه الطموح. يا بنية تحتيه هم تعبانه جدا تعبانه، انا احكي وياك من محافظه بابل من الحله، مدارسنا تعبانه وبعدنا اقضيه ونواحي يعني بعدهم طين، ويعني كلش حالتهم مزريه.